قرار انا اتخذته جيد. اي اتصلت بوالدي وقلت له اني راح اعتزل، قال لي خلاص اعتزل براحتك. ما قال لك لا بعد وقت انتظر؟ شوف هو كان معارض، قال لي انت اذا بالمنتخب ولا النادي تتكلم انت؟ اثنينهم. بالمنتخب عارض، قال لي انت لاعب يعني تقول بخدمه البلد، خدمه المنتخب، ما يصير انت يعني شلون يقول واحد تتكبر عن من يقول والله انا راح اعتزل وخلص. لا، لحد ما يقولوا لك انت اطلع ينهون خدماتك، يلا ذاك الوقت انت تبقى بخدمه المنتخب لذاك الوقت. بس قلت له لا. اي بس قلت له لا، انا اطلع بالوجه الابيض والناس تحبني والطالب بي احسن ما انا يعني تصير تحس روحك ثقيل على احس نفسي ثقيل على المنتخب او الفريق، وبالتالي الناس تطالب انه اترك المنتخب وتنحى وهذا. مو هي الناس عندها نظريتين، واحده مثلك واحده مثل والدك، انت مع منه؟ مع الاعتزال المبكر انه واحد يطلع باوج عطائه، لو واحد لما يقولوا له لا خلص انت. شوف انا اعتزلت المنتخب وانا لاعب المحترف بالسعوديه وبعدها احترفت بالامارات. بس هي وصلت لقناعه انه خلص انا خليني اطلع، قلت لك بالوجه الابيض والناس تحبني. ولحد الان سبحان الله الناس لحد الان يعني تطالب تقول ليش اعتزلت وليش هيك وانت بعدك المنتخب، ما اعرف يعني البركه بالشباب. نقول لهم بس انه يعني شوف يعني ايش قد حلوه انه هذا الكلام من تسمعه من الجمهور، يعني احسن ما تسمع العكس صراحه. ممتاز. شنو نصيحتك لبعض لاعبي المنتخب اللي الان جاي يتكرر السيناريو وياهم، والبعض يقول لهم اعتزلوا وهم يرون بانفسهم عندهم القدره ان يلعبون، وانت عشت هذه التجربه؟ هي صعبه صراحه، القرار صعب، القرار جدا صعب. انه انت لاعب منتخب والناس تحبك والطالب بيك وجمهور ولاعب مشهور ويعني بثواني تتخذ قرار، يعني هاي كل الامور تشوفها يعني تروح منك.